المؤمنون الذين آمنوا
قرآن سليم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. صدق الله العظيم. اللهم يا خفي الألطاف نجنا بفضلك ربنا مما نخاف. بفضل ما قرأ شيخنا من خواتيم سورة الحجرات وفواتح سورة قاف. وندعوك ربنا أن تحشرنا مع سيدنا المصطفى كامل الأوصاف وأن تسقنا من يده شربة هنيئة مليئة بفضلك وكرمك يا رب العالمين. قرأ علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني المقيم بقرية المزارقة مركز باقوس. شاكرين لفضيلته وشاكرين أيضا لفضيلة القارئ الشيخ محمود المسلمي وفضيلة القارئ الشيخ عماد سعد الدين وشاكرين للحاج محمد الخولي صاحب الهندسة الإذاعية والأستاذ محمد أحمد عبد الله
نجل القارئ الكريم بكفر حمودة، وللأخ الكريم سند عبد الحميد صاحب الهندسة الكهربائية والإذاعية بأولاد وافي، وللوالد الكريم الحاج عاطف صقر لنا بوجودك كل الفخر. شيخنا هشام الحسيني، يا شيخنا هشام أنا لك من الخدام، أصلح الله ما بينك وما بيني. شيخ السيد البدري من أبناء مدينة القرين، سويا إليه شاكرين. أيها السادة القراء ما زالوا يتوالون، خاصة الأعلام والإذاعيين، وكل من دخل هذه الدار الليلة من السادة القراء لن يغادرها إلا بعد ما يتلو ما استطاع من آيات الله البينات. أستاذنا مجدي عاشور، بوجودك كان التلفزيون كله نور، وكنت برؤيتك مسرور حقيقة يا باشمهندس صلاح، أكد له هذا الكلام بإيضاح. شكرا إلى كل السادة القراء والعلماء، وهيا بنا أيها الإخوة الأجلاء لنستمع لآيات البينات كريمات زكيات طاهرات مباركات، والدور ليس اختياري بل هو يملى علي إجباري، ليتلو علينا القارئ الدكتور أسامة الهواري. يتفضل مشهورا.